الاستقامة والتزمت، يعني لا أدري يعني هل المستقيم يكون متزمتا أم أن بعض الناس يظنون أن المستقيم متزمت. شيخي كريم، نهاية. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه والله الصلاة هو والسلام. الموضوع ده موضوع يعني يحتاج إلى بسط، لكن هو يعني الناس الآن خاصة العوام صار عندهم يعني المتدين صار من المتشددين ومن المتزمتين، صار عند العوام ذلك، وهذا كرس عن طريق الناس وعن طريق ده الإعلام. بيصلي الفجر حاضر. ايوه، فكرس حتى صار هيئة مستقرة عند الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. والمسألة ما المقياس الذي نقيس عليه؟ هذا هو الضابط. يعني هل أنا ما في مسألة أنت فعلت وأنا لم أفعل، إيه اللي بيحكم بيني وإيه الميزان؟ ما الميزان الذي يحكم بيني وبينك؟ أنا أرى أن هذا العمل لا يجوز وأنت تراه يجوز وتتهمني أني متزمت، ما المقياس وما الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس؟ مش شرع الله سبحانه وتعالى يحكمني ويحكمك شرع، فأنت تنظر هل أنا ما فعلته لي مستند من الشرع؟ لو كان عندي مستند من الشرع يبقى أنت المخالف. فالمسألة هي أن نضع ميزانا نزن ضابط. به نعم. نزن به هذه المصطلحات الفضفاضة والتي صارت هيئات عند الناس. صح، مع عدم الإنكار إن في بعض الناس ربما في طبعا في غلو وفي جفو يتشددون في غير في غير موضعه، محله، والبعض يتساهل في غير محله وإن أيضا. كان التساهل أكثر. نعم صحيح، التساهل أكثر، والإرجاء في الأمة انتشر انتشار يعني النار في الهشيم. ربك رب قلوبه ما بيصليش. أيوة نعم، غفور رحيم وبيأكل حرام، نسأل أيوة الله العفو والعافية. وهذه نعم التي يعني تعصي الله ليلا ونهارا علانية نعم أفضل من هذا الذي يصلي كل الصلوات في المساجد. فالمفاهيم انقلبت والمعايير اختلت وتحتاج إلى ضبط، لكن هذا الضبط يعني الله مستعان. ربنا يفقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا دكتور متولي. اللهم آمين.